اليوم غادي نهضروا على استراتيجيه ديال مصطفى بالخياط، كيفاش تقدر نرجعها متداول الي اولا انديكاتور اوتوماتيك باش يقدر يعاونني نحلل السوق، و اون ميم طون لو روبو ممكن هو بوحدو يبقى يدخل دي بوزيسيون ديال البيع والشراء ويتريدي بلاصتي بلا ما نكون انا حاضر. غادي نبداو واحد السلسله ديال لي تيست ديال لي روبو دو تريدينغ اوتوماتيك، نعطيكم الريفيو ديالي وخليكم نتوما تكتشفوا هذا العالم اللي ما عمرنا هضرنا عليه في هذه القناه ديالنا اللي مازال ما سلمتش عليكم. السلام عليكم، باش تكونوا بخير وعلى خير، معكم امير الرمان مقدم هذه القناه. بالنسبه للناس الجداد اللي تعرفوني ديجا ويلكم باك، الناس الجداد ها نتوما تعرفتوا عليا ما تنساوش تشتركوا في القناه وكولا ابوني وداك الجرس ولايك الفيديو الى عجبكم الموضوع. ملي كان السي مصطفى بالخياط هضر على الاستراتيجي ديالو بروموطها بزاف وداكشي، دخلت تبعت لا فورماسيون قضيه كيفاش يخدم بها وعجبتني بزاف، وحاولت نحسنها ونميكسيها مع داكشي اللي ديجا تنعرف ولي زانديكاتور ولي استراتيجي اللي ديجا تنخدم بهم، ونخرج ان انديكاتور ولا ان روبو كي تري تري بيرفورمون ولا تيخدم مزيان. هذه تقريبا عام وانا خدام به، كان تيستي قبل نهضر لكم عليه، لان ما يمكنش تيستي شي روبو او شي انديكاتور ظرف شهر او شهرين، خاصك تيستي على المدى الطويل تشوف كيفاش كيخدم في الانعكاسات الكبار ديال السوق، جات شي كريز جات شي حاجه، يعني فريمون خاص تاخذ الوقت باش تثق 100% في شي روبو سواء شريتيه سواء صايبتيه نتايا. دونك جا الوقت باش نوريكم اليوم كيفاش كنقدر انا دابا حاليا نحلل السوق بفضل هذه الاداه هذه اللي قديت نصايبها، باش نقول لكم راه انا اللي مصايبها، دونك راه ماشي مشيت شريتها في شي قناه اولا شي حاجه، غير باش تكونوا عارفين. غادي نوريكم كيفاش كتابليكا في الجرافيك، كيفاش كنديروا نخدموها، كيفاش النوع ديال الاشارات اللي كتخرج ليا، طبيعه الحال غادي نشوفوا واش الروبو خدام مزيان او لا، اي اون ميم طون غنوريكم ليستوريك دو تريدينغ ديال واحد لي كونط تيستيت فيهم داك لو روبو. قبل ما ننسى سمحوا لي، قبل ما ننسى كاين واحد العرض هو عرفت تي او ماركت، هو عندهم واحد الكونط سميتو في اي بي بلاك. هاد لو كونط هذا نورمالمون تيخصك 3000 دولار ديال ديبوزيت وكتخلص عليه ابونمون مونسيوال، ولكن الى عنده دايرين وقيله من هنا لثلاث ايام من هنا الاخر ديال الشهر، الى حليتي كونط وديبوزيتي غير 500 دولار غادي تستافد منه فابور، وفيه بزاف ديال زافونتاج ما كتخلص فيها لا كوميسيون لا حتى شي حاجه، تستافدوا بقات لكم ثلاث ايام. غادي نخلي لكم لو كود برومو لتحت لا بوات ديسكريبسيون، دخلوا ليان ديال الانسكريبسيون في صندوق الوصف تما، فتحوا الكونت ديالكم، ديروا اوفري ان كونت في اي بي بلاك، منين تحلوا يعطيك كود برومو، بدا داك الكود برومو اللي عطاك لتحت صندوق الوصف، يدخل تما غادي تاكتيفي داك الكونت وما غتخلص فيه حتى شي حاجه. وسمحوا لي تعطلت عليكم، مي الله جاني الخبر، دونك استافدوا منه الا قديتو. دابا غادي ندوزو البروكر ديالنا تي او ماركت، غادي نحلوا فيه ام تي 4 وغادي نبداو على بركه الله. جايز راه ما غنشوفش فيكم، غنشوف في ليكرون دابا، دونك سمحوا لي الا ما كنتش كنشوف فيكم. دونك فوالا نمشيو للشاشه ديالنا، هنايا حلينا ام تي 4 في البروكر ديالنا تي او ماركت. اوكي دونك كتشوفوا هذا السيستم اللي غادي يبان لك هنايا، ما غاديش يكون عندك حتى انت نورمالمون، باسكو هذا راه انني مقادو على حسب لو روبو اللي حطوا هنايا. دونك كما كتعرفوا لا استراتيجي ديال الخيط كتخدم بالفي واب، كتخدم بالكاندلز، اللي كتخدم بالفوليوم. دونك هنا كيما كتلاحظوا كاين كلشي هنايا، الفي واب اللي هو بالزرق هنايا، انا زايد الموفين ايفريج واحد لو نيفو ديالو هنا هو اللي بهاد التقاطعات الموف، اي كاين الفوليوم، اي كاين سميتو لا مويان ديال الفوليوم، هادي انا اخترعتها. حاجه اخرى اللي خصكم تعرفوا بان في ام تي 4 ولا ام تي، المهم في كاع لي بلاتفورم دو تريدينغ ديال الميتا تريدر ما كاينش هاد الفوليوم هذا، ما كتلقاش كاين واحد اخر عادي، والفيو ما كاينش، هادو بجوجهم صايبتهم. دونك خديت لو ميم كود ديال تريدين فيو وادابتيتهم على سميتو على ميتا تريدر، لان ما كانش عييت من تيست بداك ديال سميتو ديال ميتا تريدر ما كانش يخدم ليا مزيان، لان ما كانوش لي فري دوني لايف في المارشي. اوكي دونك سي بور سا اضطريت نقاد واحد ديالي. دونك هنايا كتلاحظوا معايا كاين واحد الاشارات زرق هنايا، دي فلاش كبار ودي دي فلاش غوج هنايا حمر، وهاد القا واحد اخرين اوسي كاينين بحال هكا تيكونوا هكا زرق و غادي يكونوا حمر اوسي، غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله. دونك كل اشاره عندها المعنى ديالها وعندها الكونديسيون ديالها، سا مارش ما غادخش معاكم في الديتاي، مي اون ميم طون بغيت نوريكم كومون سا مارش، باسكو استراتيجي راه عندكم ديجا مفسرها بالخياط في يوتيوب، خاصكم غير تفهموها. دونك كيف ما كتلاحظوا ممكن في هاد لو روبو هذا كنخدم فيه انا على حساب على دو فريم، هو كيخدم الصراحه في كاع لي فريم، مي احسن وحدين على حسب هاد العام ديال التست الصراحه اللي لقيت فيه هو الاتش 4 4 السوايع اي 15 مينوت. اوكي الوغ الاتش 4 تيخدم ليا احسن من ناحيه لو روبو ملي كيبغي يدوز هو لي بوزيسيون بوحدو، اللي هما هاد لي بوزيسيون هادو اللي كيبانو لكم تيخدم لي احسن، مي من ناحيه الاناليز تكنيك عاديه بوحدي، يعني غنخدم مانويل، يعني انا اناليز الجرافيك وغندوز البوزيسيون انا بوحدي، كنخدم بالامكان الصراحه اللي كنا كتجيني احسن. اوكي هادشي كنقول لكم زعما على حسب انا التجربه ديالي، ممكن واحد اخر يتستيه ويشوف يلقى كيف ما يقدر يلقى دوطخ بارامتر الصراحه، مي انا هادو هما لي بانوا لي مسلكين لي بوغ لانستون. اوكي دونك نبقاو في الاتش 4 غير نوريكم كومون سا مارش. دونك ملي كتجيك شي اشاره حمراء هكا والسهم نازل صافي تجي خاصك تبيع،
دونك كما كتشوفوا الحمد لله في كاع الاشارات تقريبا تيكون غادي مزيان. دونك في هذه الاشاره مثلا ديما واحد الحاجه ما غاباش نتلقى عليكم ممكن غير نبقى نبان عليكم نورمالمون ما كتاخذش ملي كتخرج الاشاره راه ما كتاخذش السمعه اللي خرجت فيها راه خاصك تاخذ الكلوز ديالها والاوبن ديال نيكست كاندل اوكي دونك تي خاصك تحسب من هنا دونك من هنا راه ضربنا تقريبا 100 نقطه تو ديبون ديك الساعات على حساب شحال نقطه انت كتخلي باش تخرج وباش تدخل اتسيتيرا عاود دخلتي من هنا راه غتكون رابح عاود من هنا شي حال رابح هي غاديه من هنا اوسي رابح من هنا رابح هنايا هاد سميتو هاد الاشاره هنا مشات غلطه مي الا جيت تشوف لونتير عاد راه رابحه سا ديبون حتى كيفاش غدير الموني ماناجمنت ديالك شويه صعيب في التفسير ديالو مي غتفهموني من بعد مع مع مع, مع الوقت اون طول ليك ما كاينش شي استراتيجي اولا شي غبور اللي غادي يجيبها 100% هادي تنقولها لكم في العالم ما كايناش ضروري ما خاصو تكون تيخسر بعض المرات غير هو المهم هو مثلا الا كنتي غتحسب مثلا في 100 تريد تكون واحد 80 اولا 70 اللي ناجحه و30 اللي خاسره اوكي دونك ديما البورسونتاج ديال الوينينغ يكون غالب البورسونتاج ديال سميتو اللوزين تريدز دونك كنبقاو غاديين كتلقى تقريبا كاع لي بوزيشن كلهم رابحين كيف ما قلت لكم غادي نمشيو للام 15 من الاحسن لان كنفضلوا فرانديز المانيوال و راه هاد الشمعه هادي ها هي ضربتي هاد الشمعه هادي راه تكون ربحتي هنايا اوسي هنايا اوسي هنايا فهاد الطلعه فوالا هنايا ايغوني سينيال لا 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 سينيال مزيان فوالا شوف انت دخل هنايا تقريبا 16 نقطه اوكي دونك على حسب انت شحال غتدخل وغتخرج واش غدير 20 نقطه اولا 50 اولا 100 على حسب دونك هادو سي بوغ لي بوزيسيون ديال دي تريدينغ اولا سكالبينغ دونك هنايا شوف شحال تبارك الله من من هنايا الا دخلتي هنايا شحال غادي تضرب 40 نقطه هنايا وشي دونك كاع لي سينيو غاديين مزيانين هاد الشيء في الفوركس دونك غنمشيو للجي بي بي اس دي تا هو دونك تا هو تبارك الله شوف ها هو غادي مزيان هاد لو سينيال دو فونت شوف تا هو ها هو تاكد عاوتاني هنايا اوسي واخا ما بقاش بزاف هنايا اوسي هنايا اوسي هنايا اوسي دونك الحمد لله كاع لي تخيط تقريبا كيمشيو مزيانين فهمتوا كيف ما كتلاحظوا دائما لو غوبو كيمشي يلقى لك لي بوين لي لي فريمون مثلا في الباي كيشوف لك لي بوين تحتانيين وفي السير كيشوف لك لي بوين فوقانيين دونك الفوركس خدام مزيان في الجولد اوسي تيخدم والجولد صراحه هو اللي كيخدم فيه الغوبو خدام لي ماضي دونك فوالا شوف هنا تبارك الله شحال 100 نقطه انايا عاوتاني سيت لير دو فونت فوالا 3 بوزيسيون داجا كلشي مشى الفوق بوزيسيون دو فونت شوف شحال مشات هنايا شحال ديال النقط كان ممكن تربح دونك الحمد لله شوي تري ساتيفي من الخدمه ديالو اي كل شويه كنبقى نزيد نحسن كنبقى نسكي ليه كيف ما كنسميو كنبقى نبدل دي باغامتر نزيد شي حوايج نبدل شي حوايج لان مع الوقت المارشي كيتبدل وحتى الغوبو تيخصو يتبدل يكون اجور ماشي ما يمكنش دير شي غوبو مثلا غيبقى قدامك 10 سنين اسرني عن ضروري ما كتبقى تاجوستي دونك الا كنتي مثلا شي نهار غتسري شي غوبو حاول ديما تشوف واش غتكون عندك الميزاجور من بعد كاينه واش كتكون الميزاجور اولا لا دونك هادشي مهم بزاف فوالا حتى هاد لي بيتي سينو هما تيكونوا تما غادي مزيان الحمد لله زعما في الجولد كما كتشوفوا جوسكا ماتنو اوكان سينيال لي غلط كلشي غادي مزيان اوكي حتى في الكريبتو موني تيخدم هادشي اللي عجبني دونك روبوت تحطو في اي مارشي يعاونك تاناليزي اوكي حتى بالنسبه للمبتدئين اللي باغي مثلا ماشي المبتدئين اولا مثلا الناس اللي عندهم مثلا اقدميه في الدومين ممكن يعاونكم انديكاتور واعر فهمتيني ها هو سينيال هاد فونت نشوفو ديك لاشيط البيتكوين واش كنعلمنا بها دونك هنايا كان هنايا في 38 غنشوفو شوف فوالا 39 ألف دولار تقريبا وعلم بها هو دو سينيال دو فونت عاوتاني هنايا في 33 ألف هنايا كنعطى بوان داشا من هنايا دونك ديما كنشوفو الكلوز ديالها من 37 طلع حتى غنشوفو طلع حتى 39 سكي با مال هنايا عطا سينيال دو فونت فوالا ها هو هبط شفتو فين مشى دونك فوالا عاوتاني شوف من هنايا شحال مشى ها هو شوف تقريبا شحال النقطة عطانا فهمتو دونك الحمد لله في اي مارشي كتحطو غادي مزيان بالنسبة للدراري اللي كيسولوني مازال على لي زانديكاتور وعلى سميتو هكا عطانا ديكور غراتوي كما تنقول لكم دائما راه كندير لكم ديكور بالعربية غراتوي في لاباج اون تو تريد ديغنيغمون درت لكم لا استراتيجي ديال بولانجر باند ديال الانديكاتور بولانجر باند تدخلوا تفرجوا فيها عندهم في لاباج داكشي فغيمون زويون راه كل سيمانة ثلاثة ديال الفيديوهات نصيحة فيها دقيقة وجوج فيديوهات طوال كنهضرو على
المؤشرات الاستراتيجي دي زانديكاتور وبزاف مواضيع مهمه في التريدينغ. اوكي دابا غنعطيكم نتائج على الكونت اللي كنت كنتيستي فيه الروبو بلي بوزيشن اوتوماتيك. اوكي هنايا غادي تشوفوا ليفولوشن ديال لو كونت منين بدا. تقريبا عنده شي 7 شهور ديال التست ولا 8 شهور ديال التست. اوكي دونك بدا بان كابيتال ديال 5000 دولار اي وصل تقريبا ل 7000 دولار. اوكي هنا غنشوفوا هادشي دو بلوس اون ديتاي. الحمد لله لا كوب طالعه وما كانش شي درودان كبير من غير هذا اللي كان هنايا. اوكي فين عكس هنا بزاف. دونك هنايا عندك ديبو انيسيال هو 5000 دولار، عندك البروفيت اللي درناه فيه هنايا هو 1800 دولار. دونك في التوتال خرجنا بشي 1800 على 7000. هذاك هاد لاشوت ماكسيمال كتعني درودان، يعني شحال من بوزيشن شحال كانت معكوسه عليك من بوزيشن كتشكل تقريبا 10% من لو كونت كامل اللي هي 500 دولار. اوكي عندك هنايا شحال من تريد، عندك تقريبا 39 تريد اللي تحلو. هنايا بوزيشن شورت يعني شحال من بوزيشن ديال البيع، عندك هنايا 23 بوزيشن ديال الفونت، هنايا عندك 16 بوزيشن ديال لاشا. فوالا عندك لي غان باغ تريد يعني شحال كتربح باغ تريد. عندي هنايا 194 دولار في التريد كنربح اي البيرت ديال 56. اوكي دونك هادو هما لي ستاتستيك اللي خصنا نعرفو. دونك بروفيت بروت نورمالمون كنربح في التوتال ربح 3100، وفي الخساره خسر 1200. في الخساره خسر 1200 دولار. دونك الا نقص شديتي هادي ونقصتي من هادي غتعطيك هاد 1816 كي تري بيان، راه تقريبا شحال نقول لك 20-30% تقريبا ديال الربح في واحد الظرف ديال 8 شهور. مزيان خاصك تعرف بان كل ما كبرتي الكابيتال كل ما غادي تربح اكثر واكثر. الوغ هنايا غنشوفوا التوتال ديال لي بوزيسيون اللي عندنا. دونك كيف ما قلنا كاين تقريبا 40 وحده ولا اكثر. دونك هنايا فوالا كيف ما كتشوف هذه هي اللي كنت عندنا فيها الخساره في هاد جو مجموعين بزاف. مي كيف ما كتشوف ديما الربح تيكون كبر من الخساره سكي بيان. هادشي كيدخل في الموني مانجمنت عرفتيني، على حساب كل واحد كيفيكسي ديك الساعات ستوب لوس ديالو تيك بروفيت ديالو شحال في النقطه اللود ديالو حتى هو راه اللود صيدير هنايا واحد. اوكي انا غنفس لكم لا تكنيك اللي خدام. دونك كيف ما كتشوفوا الكونت كنبدا ب 5000 وسال هنايا ب 6816. دونك الحمد لله الربح غالب على الخساره. هذا هو نورمالمون سميتو الداشبورد ديال لي باراميتر ديال سميتو ديال الروبو وديال الانديكاتور بجوج. دونك سمحوا لي غطيت شي حويجات لان فوالا جو بو با تو مونطري الخدمه ديالي مايمكنليش نوريها هكاك. الوغ دونك هنايا كيف ما قلت لكم راه وريتكم قلت لكم راه خدام بالفيواب خدامين بالفوليوم اي هنايا عندي دو استراتيجي اللي خرجتها منهم. دونك هنايا تيكون بعض الارقام اللي كتحدد بهم هاد سميتو هاد لي كريتير اللي عندك هاد لي فاريابل اللي كاينين هنايا. اوكي هادي لا بارتي ديال الانديكاتور اي كاين لا بارتي ديال موني مانجمنت في لي تريد. دونك هنايا كتختار لو لو ديالك يعني اللوت صاي شحال غتخسر شحال غدير فيه. عندك هنايا انا داير واحد لو وفي تيك بروفيت ديال 20 نقطه وفي ستوب لوس ديال 5 نقاط. يعني انا فريمون سيكوريزي بزاف يعني ما غنخافش نمشي شي نهارين مثلا نخسر بزاف اولا شي حاجه باسكو ستوب لوس حاطو في 5 ديال النقاط. وكنخدم ديك الطريقه ديال كندخل بلو كبير وكناخذ نقاط صغار ما كنبقاش بزاف في لو مارشي. اوكي فريمون تيستيت بزاف. وما تنساوش قولوا لي كيفاش جاكم الروبو، واش عندكم شي اقتراح باش نزيد نحسنوا. فوالا انا كيف ما قلت لكم تخدم بهم بجوج مانيوال اي اوتوماتيك. اي ما تخدمش الروبو مثلا 24/24 كنحاول نتبع الترند. اون فوا كنشوف بان مثلا كاين شي انعكاس قوي في السوق اولا مثلا كنطالع السوق هكا مثلا شاد شي بوليش تراند وشويه بدا كيعطي لي سينيو ديال البيع ولا هذا كنحاول حتى كتقلب التراند عاد كنأكشيفي عاوتاني الغوبو لان صعيب تخدم تخليه يخدم بوحدو باسكو كيوقعوا شي حوايج اللي ما كيتحكم بهم لا حنايا لا الروبو لا حتى شي حاجه. كاين هادشي اللي كاين بوغ هاد الروبو. هذا الاولاني غندير لكم ان شاء الله في هاد القناه هادي. مثلا جاي واحد اخر نطرقهم في الفي بي اس عندي اطون نشوف كيفاش نقدر نوريهم لكم. ضروري نخدم في بي اس لان ما يمكنلكش تخليه في بي اس ديالك عادي لان كطفيه الفي بي اس تبقى سميتو محلول دائما. دونك هذا تحط فيه 10000 دولار وهو كيتست عاود. دونك حاليا دابا هو شي شهرين وخدام دار 1800 دولار. هذا الدرودون ديالو كان طلع لي واحد النهار حتى 30% والاخر الصراحه حتى بجوج ما غادي مزيان الدرودون ضروري ما يكون اكثر السوق. حتى هذا هو الاخر 10000 ودير تقريبا 1500 تيخدموا في الفوركس. هادو تيخدموا في الفوركس. دونك هانتوما شفتوا كلشي الحمد لله غادي داكشي مزيان. ديما عطيو الوقت لي غوبولي كتستيوهم. دونك انا غنبقى ندير لكم لي ريفيو هكا على لي غوبولي تلقى ونخليكم تكتشفوا حتى نتوما لان فريمون عالم زوين هادشي ديال لي غوبو. اي كتقول بيتر
بيتيتغ شي نهار نقدر نلقى شي روبو زوين اللي غينفعني ونبقى نتبعو ويدخل لي دي بروفي اللي محترمين كوميم. غير هو ديما عطيو الوقت للروبو، راه ممكن يبان لكم الروبو فهاد الشهر هذا خدام واعر ومفركع كيدير لكم شي حوايج مفركعين، وقدر الشهر الجاي يمرجن لكم كلشي. دونك حطيو راسكم ديما عطيو الوقت الكافي لان روبو تيستا. كيما قلت لكم تقريبا عام وانا نتيستي هذا، دونك ما جيتش تلاحيت هكاك. دونك واخا تكون الحاجه ديالك انت اللي مصايبها تيستيها بشويه عليك في الديمو، دونك ترونكيل عاد موراها دوز لان كونط غير. ما تنساوش بالنسبه للدراري اللي كيباغين حصص ديال التداول المجانيه، راه كل حد لو جروب اي اي كيدير لكم سيونس لايف ديال التريدينغ كيفسر لكم فيها بزاف ديال المعلومات في التريدينغ، كيفاش درت دخلتو التوصيات ديالهم اللي كيحطوهم مجانية في الجروب. دونك دخلوا استافدوا، كل حد مع 8 ديال الليل تيديروا لايف فابور، وممكن طرحوا الاسئله ديالكم الا كان عندكم شي تساؤل باغيين تفهموا حاجه اخرى. وراه لونساو القسم الثاني ديال لا فورماسيون ديالهم، الا كنتو انتريسي دخلوا سولوهم، راه غتلقاو كاع لي ليان تحت في لابوات ديال الديسكريبسيون. ما تنساوش تبعوني في انستغرام حيت تما كنعطيكم مواضيع حصريه. هادشي اللي كاين، نشوفو ان شاء الله في الفيديو الماجيه. تشاو.